لو كنت وزير المالية شو بتساوي؟ اول شيء بنزل على الاسواق بشوف شو هالشيء الغلاء اللي عم بصير، لان هالغلاء عم بصير مانو طبيعي ابدا. اي شيء عم بنشوفه مثلا امبارح عم نشوفه ب10، اليوم عم نشوفه ب50، هالشيء بده دراسه، من اعاده دراسه من اول وجديد، يعني ما شيء متوقعينه ابدا ابدا هالشيء الغلاء. خفف ال الضرائب بساعد العالم، يعني اقل ما يمكن زياده الرواتب لهالناس الفقراء، يعني اقل شيء، يعني تامين حاجه المواطن من الاكل والشرب والكذا والى اخره. تحدد مبالغ ماليه بشكل شهري لاسر الشهداء، للمصابين، للجرحى، ومساعده الاهالي اللي بيوتهم انخربت وانهجروا على المناطق الامنه.